دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. كمان في 12 مباراة قوية النهاردة في الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات اليورو 2024. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتحتفل وحدة علاج الإدمان بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة باليوم العالمي لمكافحة وعلاج الإدمان، وهتنظم الوحدة فعاليات على مدار اليوم لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات والبعد عن استخدامها. النهاردة كمان هتعقد دار الأوبرا المصرية مؤتمر صحفي الساعة 1:30 بعد الظهر بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني الجديد اللي بيحمل اسم مدحت والكبار، واللي هيقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح، وهدفه إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 12 مباراة في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات اليورو 2024، من أهمها مباراة منتخب الدنمارك مع منتخب سلوفينيا الساعة 10:15، في نفس التوقيت منتخب فرنسا هيواجه منتخب اليونان.